بسم الله الرحمن الرحيم. النهارده جيت اكلمكم على حاجه عرفتها بالصدفه وانا في شرم الشيخ في السوق القديمه، كنتش عمري سمعت عنها. فانا رايحه العطار اللي هناك وبقول له انا عايزه حاجه للقولون العصبي تهدي، اي عشبه نباتيه من اعشاب بتعسينا الحلوه دي اللي هي بتطهر، حاجه طبيعيه يعني، حاجه من الصحراء طبيعيه. فالراجل ما كدبش خبر وراح اداني حاجة اسمها حبق. عايزاكم تشوفوا شكلها كويس عاملة كده. اجيب لكم الصورة. شكلها عامل كده. قال لي الحبق ده حاجة محترمة جدا للي عندهم مشاكل في القولون او مشاكل في المعدة عامة. فهو بيعمل ايه؟ بيطهر المعدة، دي اول حاجة، اول فايدة ليه. بيطرد الغازات منها، بيهدي الكرش لو عندك، اللي هو الكرش اللي هو مصطنع، الكرش بتاع القولون ده اللي هو بسبب القولون العصبي والكلام ده بيهدي. فانا ما كدبتش خبر برضو، رحت قلت له خلاص ماشي اديني منه. فغليت مية وحطيت على المية حبة حبق كده، قدم على الشاي وجربته، فعلا تأثيره تحفة. وعملتك حاجه كمان برضو، الحبق بتحط على الشاي، فجربت الشاي بالحبق وانا اصلا في جنوب سيناء هناك عند البدو، كان حاجه محترمه يعني، طعمه تحفه. وجيت هنا برضو عملته كذا مره، يعني شربته كذا مره، بس حاجه جميله جدا وممتازه ورائعه. لو عندك مشاكل في القولون او اي مشاكل في المعده انصحك انك تستخدم الحبق.